السلام على اللي ما طفت نار ساس من ساس والحاضر يجددها رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه اللقطات الجميلة والأغاني الأجمل بأصوات فنانينا الكبار. نواصل هذه الفقرة اللي راح نتحدث فيها عن واقع الاتصالات والمواصلات في دولتنا الحبيبة قطر من خلال هذه الوزارة التي حققت العديد من الإنجازات خاصة في عام 2018، وبالتأكيد لديها خطط طموحة في العام الجديد خاصة في مجالات النقل البحري والبري، وهي مجالات التي تؤثر بشكل مباشر في اقتصادنا القطري وعلى العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. أكيد أخوي حسن، عندنا في هالفقرة وقفة مع قطاع مهم وهو قطاع الاتصالات الذي يمثل محور هام من محاور التنمية ويدامس كل الجوانب الحياتية لأهل قطر والمقيمين عليها. بالتأكيد سلمان، الحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدنا استضافة سعادة السيد راشد بن طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، ومعنا أيضا السيدة نور شهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة. حياكم الله معنا في برنامج المسير. الله يحييك. الله يحييك أخوي. بدأت معك السيد راشد، لو نتحدث عن استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير قطاع الموانئ والبنية التحتية عندنا في دولة قطر، وأيضا توسعة القطاع اللوجستي. طبعا في البداية يعني أول شيء نشكركم على هذه المقدمة الأكثر من رائعة، وأنا أستغل هذه الفرصة لأرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم. بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الذي يستحق الكثير وينتظر الأكثر. أكيد. طبعا خلينا نبتدي يعني من أين أتت فكرة تطوير البنية التحتية لقطاع النقل. أكيد. هناك رؤية رئيسية وضعها سيدي سمو أمير البلاد المفدى، وهي رؤية قطر 2030. هذه الرؤية لها عدة ركائز، ومنها الركيزة الاقتصادية، وقطاع النقل هو أحد روافد الاقتصاد. بدون نقل لا يوجد اقتصاد فعال. النقل هو العصب الرئيسي للمحرك للاقتصاد في أي دولة من دول العالم، يربط الأماكن التجارية بالاقتصادية بالأماكن السكنية، ولذلك هو من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد. طبعا جميع الجهات الحكومية كل فيما يخصه ذهب لعمل الاستراتيجيات والبرامج التي تحقق رؤية قطر في النهاية في تحقيق رؤية قطر 2000. نعم، رؤية قطر 2030. من هذه القطاعات وزارة المواصلات والاتصالات. وزارة المواصلات والاتصالات وبقيادة سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات وضعت البرامج والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ رؤية قطر 2030. من هذه البرامج والخطط والاستراتيجيات تطوير القطاعات بمختلف أنواعها: قطاع النقل البري، قطاع النقل البحري، قطاع الاتصالات، كل جميع قطاع كلهم فيما يخصه أيضا وضع البرامج اللازمة لتحقيق رؤية أو استراتيجية الوزارة التي تصب في رؤية قطر الوطنية كما ذكرنا آنفا. نعم. جميل جدا. من رؤية الوزارة خلنا ننتقل مع السيدة نور. يعني نرى جهود الوزارة خاصة في وضع خطة طريق لقطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعني نتكلم عن هذه الرؤية وجهود الوزارة. طبعا في البداية أحب أتقدم بأسم التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمناسبة اليوم الوطني، وإلى الشعب القطري الكريم، وإلى كافة المقيمين على أرض دولتنا الحبيبة. طبعا بالنسبة للجهود اللي انحطت طبعا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فعندنا طبعا على المستوى الحكومي قامت دولة قطر طبعا بوضع العديد من الخطط المستقبلية
بهدف الارتقاء طبعا بالخدمات الحكومية وبالارتقاء بالمؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها وقطاعاتها. طبعا والهدف الأساسي والأسمى من وراء كل هالأمور هو الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على التنوع وتشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال والابتكار. أما من ناحيتنا إحنا في وزارة المواصلات والاتصالات، فقمنا بوضع العديد من المشاريع والبرامج المستقبلية والحالية طبعا، اللي من شأنها أن هي تطور من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة بشكل عام، من بينها طبعا برنامج قطر الذكية تسمو، وأيضا برنامج تحول الشركات الصغيرة والناشئة، التحول الرقمي للشركات الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى مركز حاضنات الأعمال والاستراتيجيات الحكومة، حكومة قطر الرقمية وغيرها من البرامج. جميل. سيد راشد، يعني تحدثنا في المحور الأول عن دور الوزارة اليوم في تحقيق ما هو مهم أو الأهم، خلنا نقول في رؤية قطر الوطنية 2030، ولكن دعنا ننتقل إلى محور آخر أيضا مهم جدا وهو ميناء حمد الدولي. خلنا نتحدث عن هذا الميناء ودور ميناء حمد الدولي في دعم اقتصاد قطر الوطني. طبعا ميناء حمد يعني انتهت المرحلة الأولى منه في نهاية العام 2015، وابتدأ التشغيل الفعلي في ديسمبر 2015، وكان أول سفينة دخلت إلى ميناء حمد كان في يوليو 2015، وكان يعني كانت سفن خاصة يعني نقل الرافعات، ولكن ابتدأ التشغيل التجاري فعليا في ديسمبر في نهاية عام 2015. تطور الميناء والأرقام هي خير يعني شاهد لذلك. في عام 2016 دخلت تقريبا، أنا أعطيك يعني بعض الأمثلة لأن الإحصائيات كثيرة، فدخل عندنا حوالي 522 ألف حاوية في العام 2016. العام 2017 تطور هذا الرقم إلى 755 ألف حاوية، ووصل العام 2018 إلى 1,210,000. ولكن كان بخير وكان في احتفال بوصول حاوية رقم مليون في ميناء. بالضبط مثل ما تفضلت، فهذا يدل على شيء، فهو يدل على يعني ولله الحمد الخطط كانت صائبة والأهداف تتحقق، وهناك المزيد في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. أيضا في مختلف أنواع البضائع في الحاويات، سواء الحاويات النمطية، السيارات، المواشي، جميع أنواع الحاويات هي في ولله الحمد في عدد متزايد، وهذا يدل على تحقيق الهدف المرجو. جميل جدا. إذن أرقام كبيرة، هذا الميناء الجميل اللي والكبير والضخم اللي يستقبل كل هذه الحاويات. ننتقل منك إلى سيدة نور. يعني سيدة نور، يعني جهود الوزارة لدعم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة ليكون رافدا لاقتصادنا الوطني ويكون تنوع في هذا الاقتصاد، نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا في شق المواصلات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعندنا العديد من البرامج اللي الوزارة تقوم فيها في الوقت الحالي، من بينها برنامج قطر الذكية تسمو، اللي من شأنه تسخير التكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة القصوى منها، من خلال طبعا أو المتوقع طبعا بالنسبة لبرنامج قطر الذكية أنه يحقق عوائد على دولة قطر بمبلغ 40 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى توفير ما يزيد عن 10% من فرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى مشروع تسمو أو برنامج قطر الذكية تسمو، عندنا طبعا برنامج التحول الرقمي للشركات الناشئة والمتوسطة، اللي من شأنه أنه يعزز التواجد الرقمي بالنسبة للشركات. وأذكر أن حاليا وصلنا لعدد 1500 شركة تم تحويلها من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتارجت إن شاء الله أو الهدف اللي ناويين نوصل له بحلول 2020 هو ما يقارب 5000 شركة ناشئة ومتوسطة. بالإضافة إلى هذا الموضوع، عندنا طبعا الوزارة تقوم بتحفيز رواد الأعمال والقطاع الخاص لاستخدام التجارة الإلكترونية طبعا، لما لها من فوائد كبيرة في التسويق وفي تعزيز البيع عبر الانترنت والأشياء من هالنوع. ف
فهذه إحدى البرامج، وأطلقت الوزارة مؤخرا خارطة طريق للجهات القطاع الخاص لتوعيتهم بالأساليب الخاصة بالتجارة الإلكترونية. هذا بالإضافة إلى حاضنة الأعمال اللي بنيناها تقريبا في عام 2013، واللي لحد الآن خرجت تقريبا 170 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة من رواد الأعمال. وطبعا بالنسبة لحاضنات الأعمال فهو يقدم حزمة متنوعة من البرامج التدريبية والاستشارات الفنية والقانونية وما إلى ذلك من الخدمات. بالإضافة إلى ذلك فعندنا قاعدة البيانات الخاصة بدليل الشركات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجودة في الدولة، واللي تعتبر قاعدة بيانات واسعة ممكن من خلالها البحث والاطلاع على كافة الشركات تكنولوجيا المعلومات ومعرفة خدماتها في الدولة. وجهودكم واضحة أمانة وزارة المواصلات والاتصالات في هذا الجانب بالتحديد. سيد راشد، لا احنا قاعدين نتكلم عن ميناء حماد ونتكلم عن أرقام وإحصائيات، ولكن لو نتكلم عن خطة مستقبلية لوزارة المواصلات والاتصالات بما يتعلق بأنظمة النقل والموانئ القطرية وتعددها ليس فقط على المستوى المحلي بل الإقليمي أيضا. نعم، جميع القطاعات في الوزارة لديها خطط حالية ومستقبلية، ومنها قطاع النقل البري. قطاع النقل البري لديه العديد من الخطط التي تم بالفعل ولله الحمد الانتهاء من بعضها. هناك خطط نعمل عليها الآن، خطط طموحة، خطط من شأنها تطوير منظومة النقل البري. نحن في وزارة المواصلات والاتصالات في النهاية نسعى إلى تحقيق مفهوم النقل المستدام، ومفهوم النقل المستدام هو الذي يلبي متطلبات رؤية قطر 2030. النقل المستدام هو النقل المتكامل، تكامل النقل بشكل مستدام يحافظ على البيئة، اقتصادي آمن، يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات. فقمنا في وزارة المواصلات والاتصالات بوضع الخطة الشاملة للنقل، ترانسبورت ماستر بلان. هذه الخطة يعني ابتدينا فيها، والحين احنا نعمل على تحديث هذه الخطة كل 3 سنوات. انبثق عن هذه الخطة عدة خطط تم تدشين بعضها، مثل خطة او الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر. هذه الخطة خطة طموحة هدفها محافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، تتفق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في الأهداف، وهي أحد الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المواصلات والاتصالات. تم تدشينها من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء. هذه الخطة رسمت أو حددت 50 أو حوالي 55 موقع في على مستوى الدولة لعبور المشاة. أيضا درست اللي هو سلوك المشاة، سلوك المشاة ومسارات المشاة في المناطق الأكثر ازدحاما مثل منطقة وسط الدوحة، سوق واقف والمناطق المجاورة. أيضا قامت بتصميم المعابر من جسور وأنفاق. هذه المعابر تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وتخدم كبار السن، أيضا تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير وسائل التنقل الآمنة لهم، بالإضافة إلى الوسائل السمعية التي يحتاج لها أحد مثلا بعض. نعم، أيضا نعمل على الخطة الشاملة لمواقف المركبات. هذه خطة طموحة جدا ونحن يعني متفائلين فيها. ربطنا هذه الخطة مع أنظمة الاتصالات التي تعمل عليها الوزارة أيضا، لدرجة أن أنت يعني قاعد في أي مكان أو قاعد في بيتك تستطيع أنك تحجز موقف باركنج عن طريق أنظمة الاتصالات المتطورة، وتذهب إلى المكان اللي أنت يعني المقصود وتلقى الموقف السيارة موجود ومحجوز لك بالكامل. سيد راشد، أنا ما أبي هذه النقطة تمر مرور الكرام، بركز عليها وهي قضية اهتمامكم بذوي الإعاقة في مسألة المواقف وما تحدثت عنها. خلينا نتكلم عن أهدافكم من وراء هذه الخطوة اللي تعتبر خطوة جميلة جدا، وهذا واجبنا اليوم. نعم، تجاه إخواننا من ذوي الإعاقة. صحيح، وزارة المواصلات والاتصالات في النظام التأسيسي هي جهة إشرافية رقابية تعمل على تخطيط منظومة النقل البري كتخطيط، ومن ثم تحال إلى الجهات المعنية بالتنفيذ. كل ما يتعلق أو كل العناصر التي يتم تخطيطها في وزارة المواصلات والاتصال من عناصر البنية التحتية للنقل، من الطرق، من شبكات السكك الحديدية، من مسارات الدراجات الهوائية، من مسارات المشاة، تؤخذ بعين الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق سائق السيارات وحقوق المشاة وحقوق سائقي الدراجات الهوائية. جميل. جميع هؤلاء الفئات هذولا نسميهم احنا مستخدمي الطريق. جميع مستخدمي الطريق له نصيب عند تخطيط شبكات النقل البري على
مستوى الدولة بشكل كامل. جميل جدا. إذن خطط جبارة تقومون بها، ترعون فيها جميع مستخدمي الطريق من ذوي الإعاقة إلى كل الفئات، تشكرون عليها. لكن خلنا ننتقل إلى خطة أخرى، وهي خطة الدمج من خلال التكنولوجيا، تسعى الوزارة إلى تفعيلها. نتكلم عن هذه الخطة. بالنسبة للدمج، أعتقد أنت تقصد الدمج ذوي الإعاقة يمكن في المجتمع وإلى آخره. طبعا أذكر أن دولة قطر كانت من أوائل الدول اللي وقعت على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة في عام 2008، ومن خلال هذا الموضوع طبعا ارتأت وزارة المواصلات والاتصالات إنشاء مركز مدى التكنولوجيا المساعدة، اللي هو من خلاله يتم توفير تكنولوجيا مساعدة لأخواننا من ذوي الإعاقة بهدف إدماجهم في المجتمع وفي العملية التعليمية وأيضا في التوظيف، من خلال توفير تكنولوجيا مساعدة تساعدهم في أداء حياتهم بشكل عادي، حالهم حال أي شخص طبيعي. تأكيد هم يعني هم عناصر في الدولة وفعالين ذوي الإعاقة، نراهم موجودين موظفين، يعني عنصر فعال، فدوركم أنتم كوزارة لخدمة هذا العنصر الفعال من ذوي الإعاقة. مثل ما ذكرت، احنا نقوم بتزويدهم مش كوزارة بس كمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، اللي هو احدى الجهات اللي تابعة للوزارة، فيقومون بتوفير بتقييم حالات ذوي الإعاقة اللي ترد للمركز، وتقديم التكنولوجيا المساعدة اللي ممكن تساعدهم في أداء حياتهم، في أداء أعمالهم بشكل طبيعي، حالهم حال أي شخص طبيعي. جميل. سيد راشد، اليوم لو نسألك، يعني تحدثنا احنا عن المستقبل فيما يتعلق بالنقل البري، تحدثنا عن الموانئ، ولكن لما نركز على النقطتين يعني مهمين اكيد لا يقلون اهميه، وهما المواصلات والاتصالات. اذا تكلمنا عن الاتصالات بشكل خاص، خلينا نتكلم عن الخطط المستقبليه وايضا مواصله العمل في الوصول الى التطوير في هذا القطاع. طبعا قطاع المواصلات مثل ما ذكرنا انفا، نحن نسعى لتحقيق مفهوم النقل المستدام، او لتحقيق الاستدامه في النقل. تحقيق الاستدامه في النقل او تحقيق مفهوم النقل المستدام لا ياتي يعني بدون مقابل. هناك خطط، هناك برامج، هناك أنجزنا الكثير منها، ومنها القاعدة أو القواعد التأسيسية اللي هي القواعد التشريعية. فقد انتهينا من قانون النقل البري واللوائح التنظيمية، وقد سلمناه إلى الجهات المختصة. قانون السكك الحديد انتهينا منه أيضا، قانون نقل المواد الخضراء أيضا انتهينا منه، وأيضا المشاريع القائمة حاليا الكل طبعا يعلم فيها ويراها، مثل مشروع سكة حديد دولة قطر، والذي يحتوي على ثلاثة عناصر رئيسية: المترو، الترام، قطار المسافات الطويلة. المترو وصل نسبة الإنجاز فيه إلى 94%. إن شاء الله. نعم. يحتوي على 37 محطة، تم تسليم بالكامل حوالي 5 محطات. الترام تقريبا وصل إلى 87%. الترام خاص بمدينة لوسيل. القطار المسافات الطويلة أيضا الآن تحت الإجراءات اللازمة لذلك. هذا مشروع بالنسبة للسكك الحديدية. هناك مشاريع أخرى عبارة عن مشاريع تخطيطية. نحن كوزارة مواصلات احنا جهة تخطيطية إشرافية رقابية، فنحن نعمل الخطط اللازمة ونقوم بتسليم هذه الخطط للجهات المسؤولة عن التنفيذ في الدولة لتقوم بتنفيذ تلك الجهات، مثل دليل قطر لتصميم الطرق انتهينا منه وتم تدشينه وتم تعميمه على جميع الجهات التي تقوم ببناء الطرق في دولة قطر. نقول بيض الله وجهكم على هذه الجهود، أمانة جهود تشكرون عليها، وهذا أكيد واجبكم تجاه هذا الوطن المعطى، وقطر دائما تستحق الأفضل منكم. نشكر مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة السيد راشد بن طالب، النائب وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيدة نور شهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة المواصلات والاتصالات. كل الشكر لكم على هذه الجهود، فعلا أنتم مثال مشرف للمسؤول في دولة قطر. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مشاهدينا، مع انتهاء هذه الفقرة خلونا نطلع معاكم مع أحد زملائنا الموجودين في كتارة، مع الزميل عبد الرحمن الشمري. عبد الرحمن، مساك الله بالخير والكلمة إليك. مساء الخير زملائي بالاستديو حسن وسلمان، يعطيكم العافية. ومثل ما قلنا لكم اليوم العصر، احنا معنا اليوم ضيف راح نتكلم عن يعني أهم منجزات إدارة